توفيق بي. ثروت هات شنطة الفلوس وخلص على البنت، احنا كشفنا ثروت. اتحرك يا اخي. شنطة الفلوس ويسرية زمانهم دلوقتي عند سعادة البيت، وسعادة البيت اصدر اوامره عليك يا سعادة البيت. انت هتخرج تقول ايه يا عم؟ انا عاد. ايوه دي اوامر سعادة البيت. اديله بخ. والورادات اللي احنا بنشتغل عنده صلت القروض على بعضيها ولا ايه؟ اما انا كنت حته الدين غبي. ثروت الله يرحمك يا توفيق. ثروت سلم نفسك انت وهو. المكان محاصر، مفيش داعي لاي مقاومه. محدش يضرب، محدش يضرب. انا عندي حصانه، انا فاهم دياب، انا فاهم. يسريه بنتي. فين بنتك؟ مشينا سعاده البيت. امال فين بنتك؟ بنتك بخير. هي فين؟ هي فين؟ اتكلم. عند سعاده البيت. بمين؟ اتكلم. سيادة المستشار، ده ايه المفاجأة السعيدة دي؟ هي مفاجأة فعلا. أنا بقالي ساعة بحاول أتصل بك. يا سيدي ألف مبروك. يسري يا ريحان. يسري وصلت البيت عندك من شوية يا سيادة المستشار؟ اظن دلوقتي هديت واستريحت. انا بشكرك جدا يا ناجي انك حافظت على بنتي وما قتلتهاش، لانك عارف ان انا ما كنتش هسكت. ايه الكلام اللي بتقوله ده كمان؟ استاذ ناجي، كل حاجه اتعرفت واللعبه خلاص انتهت. لعبه ايه؟ انا مش فاهم حاجه. مش يسرية رجعت لك يا جمال؟ القضية مش قضية يسرية يا ناجي، القضية قضية سيد دعبس وعزة ودنيا، وقضية الناس الطيبين اللي انت بتقتلهم بالسموم اللي بتتاجر بيها. ده اتهام خطير، خصوصا انه من غير دليل. لا، الدليل موجود. توفيق، او بالاصح فهم دياب، قبل ما يموت اعترف بكل حاجة. انا معرفش حد بالاسم ده. لكن هو عارفك وقال لي على اسمك قبل ما يموت. وانا شاهد يا استاذ ناجي، ارجوك مفيش داعي للانكار واعترف بكل حاجه، خلي القانون ياخد مجراه. قانون؟ القانون ده لعبتي. اذا كان القانون لعبه بالنسبه لك، فالقانون بالنسبه لي مسؤوليه. وبعدين يا ناجي، ما تبص حواليك،
أنا أنصحك إنك تعترف وتسلم نفسك. بس بشرط تحموني أنا ومراتي وولادي. نحميك من مين؟ لو أنت فاهم إن أنا في اللعبة دي لوحدي؟ لا يا أستاذ، دي سلسلة طويلة. أنا مجرد أشاط بيتلعب بيه ووقت اللزوم بيتركن. لكن أنا حقول، هقول لك على كل حاجة. هقول لك على الناس اللي متصورة نفسها فوق القانون، هقول لك على الناس اللي متصورة نفسها فوق العدالة. معتز، روح على العمارة دي بسرعة، وأنت يا سيد، معاه، الشارع كله حصروه، البلد كلها. قال لك حاجة؟ عرفت منه حاجة؟ عرفت. عرفت حاجات كتير أوي. بلد من غير قانون تبقى غابة، غابة كبيرة جدا.